السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل قليل من موقع شركة أبل صدر تحديث الآيباد أو إس للآيبادات المذكورة حاليا في الليستة اللي قدامكم. طبعا هذا التحديث يدعم هؤلاء الآيبادات. فقبل أن أبتدي اضغط زر اللايك واشترك في القناة إذا كنت مو مشترك وفعل زر الجرس حق يصلك كل جديد. طبعا هذا التحديث هو عبارة عن نظام جديد للآيباد بمسمى جديد وتجربة جديدة للاستخدام الآيباد واسمه آيباد أو إس، مو آي أو إس، الآن اسمه آيباد أو إس. فهذا نظام جديد يا شباب نزل قبل قليل للآيبادات المذكورة على اليمين مثل ما تشوفون، هذه الآيبادات راح يدعمها هذا التحديث. فالمهم يا شباب أتمنى الكل يحدث، في إصلاحات كثيرة ومميزات جديدة. واللي عنده أبل بنسل الآيباد برو صار الأبل بنسل يستجيب بشكل أسرع. كنا نلاحظ قبل في هذا الملاحظات مثلا ونكتب شوي في تقطع، فإذا نحدث نضغط على كلمة تنزيل تثبيت نكتب رمز الدخول الخاص فينا، ننتظر قليلا نضغط على كلمة الموافقة، نضغط على كلمة موافقة. طبعا يستغرق التحديث من ساعة إلى ساعتين على حسب النت اللي عندك، بس حجم التحديث جدا ضخم وهو جيجتين وشوي تقريبا، فأنت وعلى حجم جهازك هو يعطيك الساعة المناسبة لك. فيا شباب هذا كان الفيديو بشكل مختصر. بعد التحميل التحديث تضغط على كلمة تثبيت أو الجهاز بنفسه راح يرسل لك إشعار التثبيت. فبس شباب عقب ما ثبت راح يطلع عليك الشاشة السوداء وعليها علامة خضراء علامة الأبل وأيضا خط يمشي تحت. فيا شباب وصلنا الختام، أسأل لايك سبسكرايب كومنت شير، شكرا على تفاعلكم المستمر، وبس يا شباب مع السلامة.